السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف انك تفرمت جهازك وتخليه ويندوز اكس بي؟ جهازك القديم متعطل مركون على جنب، حاب انك تفرمته تحطه ويندوز اكس بي، سواء لتعليم الاطفال او حاب انك تغير جو وتتذكر ايام زمان، كيفك اللي هو. المهم، كل ما تحتاج عزيزي المشاهد هي هذا الصفحة اللي فيها نسخ ايسو، وتحتاج الى فلاش، لازم تشتري فلاش 8 جيجا. طبعا شوف النسخة هذه عربية، تحميل ويندوز اكس بي 32 بت. كل ما عليك هو الضغط على هذا الزر وتتبع الخطوات، جدا خطوات جدا سهلة، وخلاص يتحمل معك ان شاء الله باذن الله. طيب، عندك هنا نسخة انجليزية 64 بت، عندك هنا 34 بت نسخة انجليزية الى اخره. طيب، ونحتاج ان احنا نضغط بشكل متكرر عند تشغيل اي جهاز على منيو بوت. تمام، مثلا اذا عندك مثلا ايسر، يا تضغط اكسيت او اف 12 او اف 9. طيب، اذا كان عندك اسوس تضغط على اف 8. اذا كان عندك اسوس من الماركة هذه تضغط على اكسيت. اذا كان عندك ديل تضغط على اف 12. اذا كان عندك مثلا اتش بي تضغط على اف 9 او اكسيت. طبعا رابط الصفحة هذه في صندوق الوصف، وكذلك رابط الصفحة هذه في صندوق الوصف. وكذلك تحتاج يا عزيزي المشاهد الى برنامج حارق الفلاش، موجود في نفس الصفحة. تمام، كل ما عليك هو الضغط هنا، ثم اختيار النسخة اللي تبغاها، ولكن نختار هذه، ثم نحملها تحميل عادي. خلاص، مبروك عليك، تحملت. الحين خلونا نبدأ بالخطوات. الحين تونا الحين كله بالمقدمة، الحين خلونا نبدأ بالشغل الحقيقي. طيب، نبدأ بالشغل الحقيقي. أول شيء الحين جب فلاش 8 جيجا وحطها بجهاز. حطيتها الحين، خلاص تمام، تابع الخطوة الثانية. يلا، الحين الخطوة الثانية نروح للبرنامج اللي هو حارق الويندوز. حارق الويندوز أنا حطيته وين؟ بالبرامجي حارق الويندوز، نحتاج الى هذا حارق الويندوز. تمام، نشغله. طيب، اشتغل معانا وتعرف على الفلاشة المركبة على طول دايركت. تمام، نختار بعد ما حملت، لازم تحمل نسخة من هنا اللي هي هذه. دقيقة، هنا نحمل نسخة، أي نسخة تبغى عربية حمل هذه، تبغى إنجليزية حمل هذه، تبغى فيه ويندوز مفعل ما يحتاج سيريال، وفي ويندوز بسيريال. حنا راح نجرب اللي بسيريال. تمام، راح نجرب هذه النسخة العربية 32 بت. الحين خلاص، انا بعد ما حملتها اقوم ايش اروح، طبعا افك الضغط. تمام، افك الضغط ضروري جدا. نروح هنا. طبعا اعزائي المشاهدين، بعد ما حملتها فكيت الضغط، كانت كذا ملف مضغوط، فكيت الضغط، هذا هي. تمام، بت بسيريال 32 بت، انت تبغى تختار 64 بت، كيفك اللي يريحك. بعدين فتح، تمام، بعدين بدء. خلاص، بس هذه الحركة. الحين انت الحين قاعد تنقل ملفات الويندوز اكس بي على الفلاش. هذه فكرة الحرق. فكرة الحرق انك نقل الملفات اللي موجودة بالصيغة الايسو، هذه صيغة الايسو، تنقلها وتدخلها على
الفلاشة بكل بساطة، جدا بسيط. إذا عرفنا الخطوات، نحن أول شيء نحمل البرنامج هذا، ثم نحمل النسخة اللي هي ISO، ثم نحرقها مرة على طول، سهل سريع سريع مرة. الحين بعد الانتهاء من هذه العملية راح ننتقل للشيء العملي، وهو تثبيت الويندوز اكس بي على جهاز معين. خلوكم معنا. طبعا الحين نحط الفلاشة اللي قمنا حرق الويندوز فيها، تمام، نحطها في الكمبيوتر. نشغل الجهاز، والحين تلاحظون ان فيه خيارات هنا، فنضغط على بوت منيو، بوت منيو F8. الحين ضغطنا على F8، الحين بيدخلنا على قائمة، يقول لك انت وش تبي. انت الحين تبغى تدخل على الهارد ديسك، الهارد ديسك هذا اوريكم اياه، تبغى تدخل على الهارد ديسك سواء كان فيه نظام 7 ولا سواء كان او الهارد ديسك الثاني، او تبغى على الفلاشة، وش تبي تدخل انت الحين عليه بالضبط. نقول له بندخل على الفلاشة هذه USB توشيبا، انا الماركة حقتي توشيبا، تمام. فنضغط انتر، تمام. الحين نضغط انتر او اي، يقول لك اضغط اي زر علشان تدخل على التسطيب الخاص بويندوز اكس بي، تمام. ننتظر، كل ما علينا هو الانتظار، وان شاء الله باذن الله راح تكون درس ممتع. وممكن انت اذا كان عندك كمبيوتر قديم على ما بال يعمل على النسخة، إذا كان مثلا عندك كمبيوتر هنا أو كمبيوتر هنا أو الكمبيوترات هذه مثلا هنا هنا، فممكن أنك يعني تستفيد من هذه الكمبيوترات، سواء كتعليم تستخدمها كتعليم، تعلم مثلا أطفالك الوورد الإكسل الأشياء هذه، أو مثلا تحطها في مشروعك البزنس أو شيء زي كذا اللي هو يعني. المهم أنها إعادة تدوير، يعني تعلم، يكفيك التعلم يعني. طيب الحين كل ما علينا هو الانتظار. طيب طلعتنا النافذة هذه، نضغط على انتر. جدا بسيطة، ما تحتاج. وان شاء الله ودي انا اسوي عن بعد ويندوز 7، واسوي عن ويندوز 10 ونسخ مختلفة، ونسخ ويندوز 8 ودي اني اسوي، لكن متى ما سمحت لي الفرصة ومتى ما سمحت لي يعني الظروف وزي كذا، بإذن الله راح أكون متواجد معكم بإذن الله. طيب نقول له، يقول F8 I agree، نحط له I agree أنا موافق F8، نضغط على F8. طيب البارتيشن هذا ولي نحذفهم، فيقول لك إذا لو تبي تحذف اضغط على D، نحذف هذه دي، انتر، ال هنا كما تلاحظ. طيب الحين يقول لك اذا انت تبغى انستول اضغط على انتر. طيب في جاتك خيارين، الخيار هذا والخيار هذا، هذا اذا انت تبغاه بكويك بسرعه، اما هذا لا بطيء، بس ما ادري ايش الفرق بينهم، لكن احنا نبغى بليز كويك يعني بسرعه.
الآن قاعد يقوم ينصب ويندوز اكس بي على الجهاز. طبعا معلومة على السريع، مثل ما قلنا حنا المنيو، منيو البوت، كل جهاز يختلف عن الثاني. أنا وريتكم في بداية المقطع أن مثلا الأسوس على سبيل المثال إكسيت مثلا أو الدل تضغط بشكل متكرر على اللي هو F8 مثلا على سبيل المثال، مع أنها F12 وهكذا يعني. فأنت على حسب الجهاز هو يصير مكتوب تحت، تمام؟ أول ما تشغل جهاز يصير مكتوب تحت البوت منيو، بوت منيو اللي هو وش ودك أن تقلع عليه. طيب الحين ثبت معانا، يقول شو اسمه انتظر 13، يقول احنا بنضغط على أي زر بالكيبورد على طول يعني بيعيد التشغيل، تمام. خلاص الحين تمام أمورك، وإن شاء الله بإذن الله نضغط على F1 عشان تكونتينيو، بس يعني ننتظر، كل ما علينا هو فقط الانتظار. كما تلاحظون قام بالتنصيب. الحين الإعدادات نحتاج فقط سيريال، راح أنا كاتب السيريال، يعني فيه نسختين فيها سيريال، والباقي النسخ ما تحتاج انك تحط السيريال. الحين انت بتشوف السيريال وش هو، جدا سهل، بس انك مجرد بعض الحروف والارقام تكتبها هنا وخلاص، تمام امورك تمشي، تمام. وبعض النسخ او اغلب النسخ الموجوده بالرابط اللي في صندوق الوصف بدون سيريال، بس نسختين بسيريال، تمام. طبعا هذا هو السيريال نمبر، راح اكتبه قدامكم، بس خليه يجي شوي النافذة تبتجي بعد شوي. كما تلاحظون اعزائي المشاهدين جت النافذة، الحين نحط نكست، مثلا اسمي هو AA مثلا على سبيل المثال، بسمي اسم الجهاز هذا AA، بعدين الحين نحط السيريال. طبعا السيريال مثل ما قلنا مكتوب في الصفحة اللي احنا وريتكم اياها في بداية المقطع. طيب نجح معانا، كتبنا السيريال وضبط معانا، الحين نحط التالي، بعدين التالي، خلاص تمام امورك ان شاء الله باذن الله راح تعمل بشكل جدا كويس. طيب الحين راح تجينا نافذه ثانيه، نحط التالي، خلاص بس خلاص انتهينا، الحين انتهينا من تثبيت الويندوز اكس بي. طبعا معلومة، إذا الكمبيوتر حقك ما قبل أنه يتفرمت على اكس بي، ففي الغالب المشكلة من إعدادات البايوس، إعدادات البايوس، يعني كل إعداد يختلف عن أو كل جهاز يختلف عن جهاز بالشكل والديزاين، وبعض يعني الأماكن مثلا تختلف، لكن إن شاء الله بإذن الله مع الممارسة مع الأداء خلاص تصير سهلة عندك، ولا تحتاج أي مساعدة من محلات أجهزة الحاسب الآلي.
الآن أعاد التشغيل، خلاص الحين بيشتغل بشكل أوتوماتيكي. نضغط على موافق، موافق، مرحبا، تمام، الحمد لله اشتغل معانا الاكس بي، تتذكرونه؟ تبون نلعب فيه؟ خلنا حتى سالي، خلنا نحط على سبيل المثال، أنا وش اللعبة اللي كنت أحبها؟ وينها أيها؟ والله إني ما أدري بالضبط، هي هذه الخلية الحرة، إي هذه هي، تقريبا هذه اللي أنا كنت أفضلها، جدا جميلة، بس ما أدري هي الخلية الحرة ولا نوع ثاني، دقيقة. ترفيه، لا تسالي، تسالي الكوبا، كوبا، والله اني ما ادري وش هي بالضبط، الطاولة، لعب، التالي، 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 لعب، اوه وين اللي كنت العبها دائما؟ ايوه هذه، جدا جميلة هذه اللعبة، من هنا الظاهر ناخذ لا ممكن مو بهذه، يمكن ايوه هذا هي، هذه هي، هذه هذه اللعبة هذه، معليش والله. الحين شوفوا شلون كانت نظامها، الثمانية هذه، اي هذه نحطها هنا، شفتوا؟ التسعة، هذه تسعة ولا ثمانية؟ ثمانية، عشرة، وهذه العشرة، والإكة، أيوة هذه هنا، شفتوا؟ بعدين هذه هنا، زين. المهم خلاص يعني انتهينا، شكرا لكم على المشاهدة، في نهاية المقطع لا تنسى قل البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.